مشاهدينا الكرام، استمرار العملية التعليمية في العراق عن طريق منصات التعليم الإلكتروني والتي جاءت بديلا عن التعليم المباشر بسبب الجائحة لاقى استحسانا جزئيا من مؤاخذات بقدر ذلك على خلفية المشكلات التقنية، إلا أنه كخطوة تأتي حرصا على مستقبل الطلبة وعدم ضياع عام دراسي عليهم. منشد الأسدي والتفاصيل. هناك إصرار من قبل هؤلاء الطلبة وأساتذتهم على تجاوز عراقيل وصعوبات لم تشهدها العملية التربوية من قبل، وتحد في إكمال السنة الدراسية التي أصبحت ثقيلة جدا على أطرافها كافة. وباء كورونا بعد ما اجتاح العالم وأصبح أزمة عالمية، فبالتأثير العائلة العراقية وخاصة التربوية، وباعتبارنا الشريحة المستهدفة سواء كانوا تلاميذ بأعمار الابتدائية أو طلبة بأعمار الثانوية، وكأولياء أمور طلبة نحن ننظر للعلاقة الجائحة بأولياء أمور الطلبة وبأبناء الطلبة، أثرت تأثير يعني مباشر وتأثير خطير وتأثير سلبي. لذلك اتخذت الوزارة عدة يعني إجراءات بالحقيقة. ومن ضمن الحلول التي طرحت ويجرى العمل على تطبيقها هو الدراسة عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، بديل صار في متناول اليد. تأثير وباء على التعليم بالعراق وخاصة التعليم الابتدائي والثانوي أثر بشكل كبير، وذلك لعدم وجود الاستعدادات الكافية من قبل والتحضير لهذه المشكلة ولهذه المخاطر. يعني احنا في كل خطة عادة وكل استراتيجية نوضعها نوضع إدارة المخاطر ونتخيل سيناريوهات سيئة وشون نتعامل وياها بالمستقبل. تنقل بفولتية عالية وتيار واطئ، لذلك فإن القدرة المستهلكة المتبددة في أثناء عملية النقل تكون قليلة. أساتذة تطوعوا لإعطاء دروس عن بعد، والطلبة في إصرار على تجاوز المحنة، وما بين هموم الأسرة وأبنائها والكوادر التربوية يظل الأمل بنهاية عام دراسي لا يختلف عما سبقه. لفنجان الصباح، منشد الأسدي، العراقية الأخبارية.